بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو ما عنده وضي الكسر دو هذا برنامج كارا وانو كفلا قاين دونو كنا الله فقوري دونو حسكي دالشدي نبي جيني سوبنا صلوات الله عليه وسلم نحريس اينا بدقلي كركي سحا اهاتي اللو وقب تيم مقالة نيروبي حسكن و اي سوء بابلين علماء سنة والجماعة اي مقالة نيروبي اي احا بسئادة لو سوء بابلين اسلام مركاسينا لو قد بالدقايو شارعيه واوينه مودوينك واوينه دحمره مغالده دحديده يدو لغا قيب قادنايو حسكا دالشده نبيغان حريسيه نبدغليو كوركيسا ها اهاتي غاديدكا اي كمدحين بابورتو واوين كو يرير مودوينكا باسكيلدها فردها اي ركوبده انتبا يدو ان لو كلا مقنين رق اي دومر اسلاماركاسينا سير رعبا رابا لوغو سخولايو كوخ كوخ لوغو لوغينايو ودوينك واوينه دحمره حفظ إسلي إن كستو حسك دلشدا نبيجي نصوبن حديث إيه نبقل يكوركي صحاة تي سنة دولبا لغو قبت مقالدة نيروبي أيالا ورنكرا سنة كاني وحا سنة كي أقوبنا اترادة دادك إيه قاديد كبا لغا قيب قلو لغو نحسو دلشدا رسولك إسلام مركاسينا لغو صبحو سيادة إيدو اللو أي سوء بابلين علماء الدين كسنة والجماعة لماركاسينا لمان بلغو سو وريغا يجددك دا دير اي دهمارا حافظة اسلي سعود دير يعني مرنبا ميشاكا مغنين ايدا مدى بليسكا او ايوغونا انتاسي نبدقليه دسوغا يي او دادكا هرير سعود اسلا ماركاسينا جيدك دين عيديسا قادا يي سعودال كان دير اللوغو بنام بحا يي حسك دالشادة النبي يي نصوب من حديثي نبدقليه كوركيسا ها اعتي ايا markii ugu dambeysay la isugu yimi barxadda weyn ee ku taala New Primary School ee xafada Isli halkaas oo culimada u diin kala gadisan oo dhalashadooda ka soo jeedo Soomaali Masari iyo Kenyati ay halkaas dadka ka wacyigeliyeen isla markaasina ay ka sheekeyeen taariikhdii nabigeenii suubanaan hadisii nabigeenii kurkiisa ha ahaatee iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray fidinta diinta Islaamka munaasabadi xuska dhalashada nabiguna sida ay u dhacday waa sidan soo socotay daawasha haboon Allahu Rahman Rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إلهي بما أتسكل سبحانه وتعالى إلهي النبوس والجمعية مكان كان أنه أرنت أنوس وكلنا إنا عيتهاي أرن إلهي أكي سنكوين ذاتك مؤمنين تنأكتو ذكوين أصوى أه مدى أن ماندى أنك وأن ندفى دقينون واحتفالينه وأهد لشدي حبيبك أنك محمد عليه الصلاة والسلام وماندى عالم كإسلام كأويذل سيدان إياسي كسي قيمة بدن أي يقود ما شاهد هيان ويقود بالدق هيان أنك نوحان وكمن هاي ومدى مسلمين تأه أيغانا سيدان يقود بالدق هيان بسم الله أدى نوحان وجعلنا موضوعنا كذلك الله وأنا إمام فرفور هيا وأنا أدنى مكرفون كربائنا الكبرى جيو شيخنا جليل شريف عبد الله شريف حسن وأه قضيب كي إمام كي مدرس كمسجد مسجد الصحابة اللي يقال توالف أسأل أن أدنى مكرفون كربسو الوين هيا علمتنا وأنك وصل هيا إن شاء الله تعالى إن وقتك وضع إلى رنو مشايق بدنا هيا كورتا أيكونا مهرلو غلب بدنا ويقوب في دونتا طبعاً دقيقة أيان سيسينا إنا أتنا مكرفون كوهن قصر دوين هيا شريف حسن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء عظيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كتب الرياء ماذا ما تبقى يسكمون لي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حسكيسا إنا نود بالدنيا وكفرحنا يوم مولده وسلم ولا يلعيط عن مغرني إلهي سبحانه وتعالى وحينا وحكا يرى يا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهي وحينا يا نبي الله موسى يا مدرني آياتها سطح لا سطح شيء من كفر إلي سرعين
آياته إلهي وحنا وشيعية رب سبحانه وتعالى يوم أمر يوم نبي الله موسى إن وحصوصيه قوم كيس وذكرهم بأيام الله قال المفسرون وذكرهم بأيام الله أي أيام حدوث نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إن لوين يؤمر حصو واختيار إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين سيستأهلوا الحق ونصر أسو تجيان أسو تجيان لا حصو ووحن أشهد إلى إلهي سبحانه وتعالى وكسدتي على نبيه موسى في التوراة وكسدتي وبعد ذلك نبي الله موسى نعمة لشيخ أيوه وامحي إسقى أمد وعد أيوه وفلي إن جاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب آيات الله نعمة تاوي إلهي كتب في نوشك نعمة هدانا كشف في نوشك لدعنا إيمان أو إلهي سبحانه وتعالى في أواخر سورة يونس تقولي يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أدانا كفرح إلهي وحرية وإنت أدانا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعمة هو نعميك ونعمة بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون أدانا كشكر فأي نعمة نشكر بها الله سبحانه وتعالى هذا أنا أقول شكرا لنبي الله محمد وأكبر نعم هذا أنا أقول شكرا نعمائك كي يرى ما دام أقول شكرا وما ظل ولا نعمائك إله أوسي إلى فرع إلى أقول شكرا نعمة أنا أقول شكرا إلى ما حيته ولا ليال وحالد الحصوص إلى يدكهن قبل 8 قرون أو 9 قرون كان المسلمون يحتفلون لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي الشام وفي موصل وفي العالم الإسلامي كله وكان يحضره الملوك وكان يحضره الحفاظ وفقهاء هذه الأمة ومحدثيها وأهل العلم فمنهم الحفاظ كانوا يحضرون ولا ليان احتفال هذا وحال نبيك جلس ديات بقول وصلاة كهر ولا نبيك سيحة أمير على كل نبيك كريم أيا لو نبيك جلس ديات بقول وصلاة كهر لو نبيك جلس وحال نبيك جلس ديات بقول وصلاة كهر لو نبيك جلس رجي ولا يتوقي احتفال كتوليني إنه كفر الحول قال لي إلى 10,000 وقال لي يا أري الله يتقال قصو بجر أنه قطمي أن هذا سمعينا وحادثين شيئا احتفال هذا النوع عصا وحسو حاضر جري أئمة زمكا جوكتين بسو حاضر جري أبو شام شيخ إمام النووي رحمه الله تعالى كان يحضر تلك الموالد وابن دهية كان يحضر تلك الموالد والإمام السبكي وابنه السبكي كذلك السبيان كان يحضرون تلك المجالس التي يذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجابه الحافظ السيوطي في كتابه حسن المقصد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليا أئمتي وأول احتفالي لم يشيقن عالمك سيديد بقول سنقوها لما لو احتفالي واحد أنه ما هذا مناسة ما هذا إلا قبل هذا المريد النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا أرقى وأرقى ورأي العلماء المنطقين أقول لك أبقى سنوي أئمت دمان أسبوع فقيمين فيها شيء مستحسنة جواز أبنان بل مستحسن أسبوع فقيم فكلهم ألفوا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كتبا موجودة في هذا القرن كتب يقول ألفين واتفقوا على جواز ذلك فقد ذكر بعض العلماء أن هذه المسألة مسألة اتفاقية اتفق عليها العلماء من قبل خلافة لا يؤثره خلاف الذي تجدد في هذا القرن الذي نحن فيه لا يؤثر ذلك الاجتماع حبيبك صلى الله عليه وسلم إلهي بأويه وإنك لعلى خلق عظيم آياتك يا سيدي إلهي هو أماني يعذ وأمانك ارتمنا أذن إن شاء الله تعالى وحانوية رهية شيخ مصباح أحمد وأسألنا عن رجيهن إن شاء الله تعالى وشيخ أزاري ومسرة إمامك يا قضيكم مساجد كتاكوي أسألنا هذا نفسه دوينينا وفنو نوخط بين دوران اللغة العربية الحمد لله رب العالمين يا رب اللهم لك الحمد وإليك المشتكى أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى إلهي كيف أفتقر في غناك وكيف أضل في هداك وكيف أذل في عزك وكيف أضام في سلطانك وأنت الله رب العالمين المعافى من عافيت والمبتلى من ابتليت والحكم ما قضيت كل معبود سوى وجهك الكريم باطل وكل ملك سوى ملكك الكبير زائل وكل فضل سوى فضلك العظيم منقطع
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيا رب وفقنا وسدد خطونا وأنر فؤادا يعتريه ظلام، واجمع قلوبا قد تنافر ودها ليعم كل العالمين سلام. بك نستعين ونستجير ونحتمي، ربي سألقى في حماك أماني. يا حصن أمن للعباد جميعهم، من يحتمي بحماك ليس يضام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا الخير محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الجمع الطيب، أيها الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، سؤال يجب أن يسأله كل مسلم لنفسه: هل أنت محب لرسول الله؟ هل أنت محب لرسول الله؟ نعم نعم. لماذا تحب رسول الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا تحب رسول الله؟ أتدري لماذا؟ أولا، لأن محبة الرسول سبب لمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي سبب لمحبة الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن حب النبي صلى الله عليه وسلم شرط لكمال الإيمان، شرط لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. يقول سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيح: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، لا يا عمر، أي لا يكمل إيمانك، لم يكمل إيمانك بعد، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فتبسم عمر وقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. إذن حب النبي شرط لتمام الإيمان، حب النبي سبب لتفريج الهموم والكروب والغموم. حب النبي سبب لتفريج الهموم والغموم والكروب. اسمع إلى الحديث. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، وقال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي: ما شئت. فقال: الربع. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. أقول ما تسمعون وجزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم جميعا فردا فردا بخير وسعادة، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبينه في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. inkastoo ay jireen culimaa diin fara badan oo ka hadashay xuska nebigeena suban naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, halkaasina ka soo jeediyay qudbado dhaadheer oo ku kala baxaya afafka ingiriisiga, carabiga, sawaaxiliga iyo soomaaliga, ayaa waxaa culimadaasi ka mid ahaa sheekh axmed xasan oo ka sheekeeyey taariikhdii dheereed ee uu la soo maray halganka diinta islaamka nebiyullaahi maxamed ibnu cabdullaahi iyo xuska dhalashada nebiga in ay tahay mid قرنيضة هربا هرولو قبنجري. أيها الرجال والنساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إنت أسكى بعد صدر ممك هاي لرحة على المجر من هدو كسو إياهي هلطوا مفحوا بدكوا بعد وحوية عدي فريح يسو زائد إياهي هلطوا وابوها كلا قفتوا وكررني سأدوكي تقرم كاهلو إنسا هاشو كلو تيمركو هاشي هلائي بيهي
إلهي أنت عبدي وأنا ربك وكيلي. الأواد جعلاء وهاجر صارناء ميل بهبوية ولا سيحدي بارئتي هدى ياشي اسكتر فهدين بدل مركو هادية كبعدي وهاشي هلي هاشي بكس اللابتو ومسك سيحدي هردد مركو ككعيب وحو هاركي هاشي بيه سارجيين وهاشي كي سارجيين هاشي لقد هبين مركي الدنيا الإلهي أنت ربي وأنا عبدك أرنتي مو عكسي وحيي إلهي أنت عبدي وأنا ربك إلهي أنت عبدي وأنا ربك إلهي ونقول أطول كي قباتها أنقول ربي قابانا هيدوني أخداء من شدة فرح كلك حالتها سوحي قفك كبكي ليسا إنو سنة ثوابك كل يحضر حالتها لبادة وحوية قفك قفك شديد الحزن كوياي مكي كيرايني سوطلنتهاي وآدي يا روكم بيسيهاي هذا الكسواب قال هذا الكماش الفها قبول لبعيا قلت دربت واحد قصوا ما يهدي أن المسلمين رجالا والنساء فرح منكي هو ينابا قصوا أي وحن لنا إلهي أنت سيدي وأنا عبدك إلهي وبغك نجي باتايو سيدك نجي باتايو خالق النجي باتايو مالك النجي يا مربك النجي باتايو أنا قلنا عدوما قلنا إيبا قلنا إيبا وكان فرحا وحدثين أيها المسلمين وإنه سبعتها المقام كوين وشرف كدوية أنه إلا نستيبه ومقام كان وكدوية اجتاقها مناسبية حتى عطيس وستك الله تهي أنك تنكتب لك إلا اجتاق إنت نافضون أين هولا تنكو اجتاق إنه هولا العدان أبوته لأرنايته إلا كون اجتاقنا مناسبة وكل قرأك أنا أستخدم إلا للرسول الله تحديث النبي عليه الصلاة والسلام كبير عن الهانة وعنقها الله إلى أصبوا وقلانا وإدوين لأنه أبورين وعالم كبير بوح أبوراً أهل أهل الأدب محمد وعمانا عليه الصلاة والسلام أما لم يشكين كذلك قولك إلهي سبحانه وتعالى وحليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحا كبيرة نبيانك كور بيهي نبي الله آدم نبي الله نوح إبراهيم يا موسى يا عيسى من أن أمتي سكو عاسي كروبين مجر واتي قابل يا هابيل آي سكرنا إسا يسكو أي سكو مرحين وقابل واقي عاسي كنطيب هابيل واقي تلي أمركي آبيه سوو خلافي أمركي إلهي نبو خلافي نبي الله إبراهيم والله سعطان إسماعيل يا إسحاق يا رجل وويلا كل موسى والله سعطان إلي أن أمتي سكو عاسي وبن لبارك وليبا يعني ومدى نبي وقابك إلى نبي وحاسي يومين وحاكترنا نبيانك كوري غابي وحاسي يومين ومدوني شخصي أهل وحاكا لقصة بهي قرابتك وإنت أسوه متقانا أسبوع لقصر شقينا إليك وابقى شقينك لكن إسك شقينك لا مدلو بطل زمك الجوان عمضينا بقى إنت حقا حدود إيو عقلك إيو دينك إيو ترتيب تسبوك إنتنو ونمي رضع ورقل دمر وحاد مارك إلهي كبر كحسنينا خير الجزاء نقوى بالمريو أنا أقول وحي أن أبسل الله وأنا روح أبطي نبي العيد قادوا الحجي لواركو من عرب وعجم نبي نبي الله أبيض إيا أحمر إيا أسود إيا بقرنا إذا قفوا سلبي وهي نمجر أنا لكم بيمك واجب نقوطي إلى نفس نظر إيا مالك نظر إيا هنزل نظر إيا بقرنا إذا أن نصو حاضر ماء أن نصو شقين واجب نقوطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسحر وتبعير إلى يوم يحشر للبشر وحمي إلهي لناظمها كذا المشدين مع القواري ayashada qiimaha iyo sharafta badan ee tooska hawada nooga daawanayo intaas waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii qiimaha badnaa ee aan ku soo qaadanay xuska dhalashada nabigeena suuban raxmatullahi alayhi wa sallam intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ayaan hay baahda TV qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee laanta Nairobi ee wadanka Kenya iyo bahweyntii naga qayb qaadanaysa xarunta guud ee Hargeysa waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh إلى يوم يحشر للبشر وارحم يا إلهي لناظمها كذا المشدين مع
الشر لله.